اذا انكسر عظم الانسان فانه يحتاج الى طبيب حاذق يجبره واذا انكسر الخاطر فانه يحتاج الى رجل حكيم لطيف يجبره ويطيبه فجبر الخواطر ادب راق وعباده عظيمه فمن مذهب اهل السنه مواساه الضعفاء والشفقه على خلق الله فهم يتبعون الحق ويرحمون الخلق ومن تطيب الخواطر الاحسان الى اليتيم الذي انكسر خاطره بفقد ابيه قال تعالى فاما اليتيم فلا تقهر قال قتاده كل اليتيم كالاب الرحيم ورد المسكين برحمه ولين ومنه فرض المتعه للمطلقه قبل الدخول وفرض المهر جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق قال تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ومنه مواساه اهل المصائب وتعزيتهم والوقوف بجانبهم وتبشيرهم بثواب الصبر على البلاء ومنه عياده المريض الذي كسره المرض وساءت حالته النفسيه لانه صار طريح الفراش قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوه الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي وان عاده عشيه الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنه ومنه اهداء الهديه وقبولها ولو كانت بسيطه من رجل فقير واجابه دعوته الى الطعام القليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت والكراع هو ما دون الركبه من الساق وخصهما بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له، ويجبر الخاطر بالابتسامة والكلمة الطيبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، ولا يجوز جبر الخاطر بفعل محرم أو تضييع واجب، كمن يسمح لابنته بالتبرج بزعم جبر خاطرها، او يسعى في حاجه المساكين فيضيع الصلوات